السلام عليكم. اليوم سوف نقدم درس في مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الأول ابتدائي. الدرس رقم 24، الصفحة 100. تصنيف، عنوان الدرس هو تصنيف أشياء حسب معيار واحد. نمر إلى أكتشف وأتمرن. أولا، أصل بخط كما في المثال. لدينا هنا في هذه الصورة سلة الخضروات وسلة الفواكه، وهناك كذلك مجموعة من صور بعض الخضروات والفواكه التي سأقوم بتصنيفها. الخضر في سلة الخضر والفواكه في سلة الفواكه. لدينا هنا في الصورة الأولى صورة البطاطس، فهل البطاطس تعتبر خضر أم فواكه؟ أجل، فالبطاطس من الخضر. وفي الصورة الثانية لدينا هنا الكرز، فهل الكرز خضر أم فواكه؟ فالكرز يعتبر نوعا من أنواع الفواكه. نمر الآن إلى اليقطين، الصورة الثالثة تعبر عن اليقطين. إذا فهل اليقطين خضر أم فواكه؟ أجل، فاليقطين يعتبر من الخضر. نمر الآن إلى الموز، فهنا الصورة المتبقية هنا عبارة عن تفاح التي قد تم تصنيفها من الفواكه. نمر إلى الصورة الأخرى التي تعبر عن الموز، فهل الموز يعتبر من الخضر أم الفواكه؟ أجل، يعتبر من الفواكه، سأضعه في سلة الفواكه. الصورة الموالية فهي عبارة عن صورة للجزر، إذن هل الجزر خضر أم فواكه؟ فالجزر خضر وقد تم تصنيفه من قبل. نمر الآن إلى الصورة الموالية التي هي صورة الفراولة، فهل الفراولة تعتبر خضرا أم فواكها؟ أجل، فالفراولة تعتبر من الفواكه. وهنا لدي العنب، وهو كذلك نوع من أنواع الفواكه. وهنا أخيرا لدي صورة البصل، والبصل كما نعرف فهو يعتبر إحدى أنواع الخضر. نمر الآن إلى التمرين. أصل بخط، لدينا هنا بطاقة، أن بطاقة تعبر عن النباتات والبطاقة الأخرى تعبر عن الحيوانات. لدي نبات حيوان، وسأقوم بتصنيف هذه الصور في الخانة المناسبة لهم. إذا كان حيوانا سأصله بخانة الحيوان، وإذا كانت نباتات سأصلها بخانة النباتات. لدينا هنا في المثال الأول فهي عبارة عن صورة لكلب، فهل الكلب نبات أم حيوان؟ أجل، الكلب فهو نوع من أنواع الحيوانات. وفي الصورة الثانية لدينا هنا شجرة، هل الشجر يعتبر نبات أم حيوان؟ الشجر فهو أنواع من النباتات. وهنا في الصورة الثالثة لدينا صورة قط، والقط كما نعرف فهو يعتبر حيوان. وهنا لدينا صورة نخلة، هل النخلة نبات أم حيوان؟ أجل، فالنخلة تصنف من النبات. وأخيرا هنا لدينا صورة زهرة، فهل الزهرة تعتبر نبات أم حيوان؟ الزهرة فهي نوع من أنواع النباتات، لذلك سأصلها بخانة النباتات. والآن نمر إلى تمرين آخر. أضع علامة في كما في المثال. كما نرى هنا في المثال الأول لدينا دفتر وفرشاة أسنان، ولدينا ورقة وقلم رصاص، ولدينا هنا محفظة. إذن كما نرى فإن هذه الأشياء الثلاثة التي هي الدفتر والورقة وقلم الرصاص والمحفظة فهي أدوات مدرسية، أما الفرشاة فتعتبر داخلة، لذلك سأقوم بوضع علامتي في فوقها. نمر إلى المثال الثاني، لدينا هنا كرز وبصل وعنب وتفاح،
إذن كما نرى هنا فلدي 3 أنواع فواكه ونوع واحد من الخضر. إذن فالشيء الذي داخل في هذه الخانة فهو البصل، فالبصل يعتبر داخل على هذه الفواكه، لذلك في هذه البطاقة سأضع علامة في فوق البصل. نمر إلى البطاقة الثانية، لدينا ملعقة، قلم رصاص، قلم أزرق، لدينا قلم ملون أحمر. إذن كما نرى هنا لدينا 3 أشياء تعبر عن أدوات مدرسية، ولدي ملعقة واحدة التي تعتبر من الأدوات المنزلية. إذن العنصر الداخل في هذه البطاقة هو الملعقة، أجل لأن الملعقة أداة منزلية وليست أداة مدرسية. وفي البطاقة الأخيرة لدي 3 أنواع قطط وبقرة، في هذه الحالة البقرة هي التي تعتبر العنصر الداخل في هذه البطاقة. نمر الآن إلى استثمر، أصل بخط كما في المثال. لدينا هنا 3 صحون مكتوب عليها ثقبتان، 3 ثقب، 4 ثقب، ولدي كذلك مجموعة من صور بعض الصدفات التي عليها ثقب، هناك التي توجد فيها ثقبتان وأخرى 3 ثقب والأخرى 4، لذلك سأقوم بتصنيفها حسب الثقب الموجودة فيها. لدينا هنا في الصورة الأولى عبارة عن صدفة لديها 3 ثقب، أجل سأضعها في خانتي التي تحتوي على 3 ثقب. إذن وهنا في الصورة الثانية كم لدي من ثقبة؟ أجل ثقبتين، لذلك سوف أقوم بوضع سهم يصلها بالصحن الذي توجد فيه ثقبتان. والآن هنا في الصورة الثالثة لدي صدفة يوجد فيها 4 ثقب، وسأقوم بوصلها مع الصحن الموافق لها 4 ثقب. وهنا في المثال الرابع لدينا صدفة تحتوي على كم من ثقبة؟ أجل تحتوي على 4 ثقب. وهنا أخيرا في هذه الصور الموجودة هنا في الأعلى لدي صدفة تحتوي على 2 ثقبتان، وسوف أصل بسهم بينها وبين الصحن. وهنا في هذه الصورة لدي صدفة تحتوي على كم من ثقبة؟ أجل 4 ثقب، وسأصل بينها وبين الصحن المناسب لها بسهم. وهنا في هذه الصورة لدي صدفة تحتوي على 3 ثقب، أجل سأضعها في الصحن الذي يوجد عليه 3 ثقب. وهنا في هذه الصورة لدي صدفة دائرية، كم لديها من ثقبة؟ أجل 3 ثقب، لذلك سوف أضعها في الصحن الذي يحتوي على 3 ثقب، أي في الصحن الثاني. وهنا أخيرا لدي صدفة تحتوي على 3 ثقب كذلك، وسأضعها في نفس الصحن. هكذا قد أكون أنهيت نشاط الاستثمار. والآن نمر إلى أتذكر. هنا لدينا بعض الأشياء التي هي كالتالي، هنا قلم أزرق، قلم رصاص، دفتر، دونات، مثلجات، ونوع من أنواع الحلويات. كما نرى هنا قد تم تصنيفها مسبقا، فالقلم الأزرق وقلم الرصاص والدفتر يعتبران أدوات مدرسية، أما الدونات والمثلجات والحلويات فهي تعتبر من المأكولات. إذن في هذا الدرس يجب علي أن أعرف كيف أميز بين الأدوات المدرسية والمأكولات والخضر والفواكه، أي يجب علي أن أتعرف كيفية التصنيف. والتصنيف باللغة الفرنسية هو la classification. والآن نمر إلى تمرين تطبيقي، أصل بخط. لدي هنا في هذه الصورة بطاقة يوجد عليها أواني
والأخرى يوجد عليها وسائل نقل. وهنا لدي مجموعة من الأمثلة، فالمثال الأول فهو عبارة عن شوكة، فهل الشوكة تعتبر من الأواني أم من وسائل النقل؟ فالشوكة هي من الأواني. وهنا في المثال الثاني لدي صحن، فهل الصحن أواني أم وسائل نقل؟ أجل، فالصحن يعتبر من الأواني. وهنا في الصورة الثالثة لدينا دراجة هوائية، فهل الدراجة الهوائية تعتبر وسائل نقل أم أواني؟ أجل، فهي تعتبر من وسائل النقل. وهنا لدينا حمام مريم، فهل حمام مريم من أواني أم من وسائل النقل؟ أجل، فهو يعتبر نوع من أنواع الأواني المنزلية. وأخيرا هنا لدينا صورة سيارة، والسيارة كما نعرف فهي تعتبر وسيلة من وسائل النقل. وهكذا قد نكون أنهينا الدرس وتعرفنا على كيفية التصنيف، وشكرا على انتباهكم.